كان في بني إسرائيل رجل متكبر، وكان الناس يكرهونه لأنه كان يعاملهم بكبر وينظر إليهم باحتقار. ونسي هذا الرجل أن الله عز وجل نهى عن الكبر والخيلاء، حيث قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ومع ذلك كان هذا الرجل متكبرا على كل من حوله. وفي يوم من الأيام عجبته نفسه فدخل قصره فلبس أجمع حلة، وأخذ يزين وجهه ويبسط شعره ويضع أجمل العطور، ثم خرج يمشي أمام الناس مختالا بين قومه، يتهادى في مشيته ويجر إزاره من خلفه. فغضب الله عليه فخسف به الأرض كما فعل بقارون من قبله، فهو يغوص في الأرض ويندفع من مكان إلى مكان أسفل الأرض، ويظل هكذا حتى يوم القيامة جزاء له على الكبر والتعالي والغرور. أيها الأصدقاء، لقد تعلمنا من هذه القصة أن الكبر والخيلاء جريمة كبرى تغرق صاحبها في الدنيا والآخرة، ولا ينبغي لعبد أن يظهر نعمة الله عليه على نحو يفخر بها ويتكبر بها. نسأل الله السلامة والعافية، فإن أحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا وشكله جميلا فلا بأس مع شهود فضل الله تعالى. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.